شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة ونحن على أعتاب شهر المحرم الحرام يدور حول قيم النهضة الحسينية، وقبل أن نبدأ بالحديث نقدم بإذن الله تعالى مقدمة. وهذه المقدمة هي أن القيم الإنسانية النبيلة يمكن أن تطرح في المجتمع على أحد نحوين: النحو الأول أن تطرح هذه القيم بصورة أفكار مجردة. النحو الثاني أن تطرح هذه القيم في صورة واقعيات متجسدة، إذا أردنا لهذه القيم النبيلة أن تكون فاعلة في واقع الحياة ومؤثرة في واقع الحياة، فلا بد أن ننقلها من مرحلة التجريد إلى مرحلة التجسيد. الأفكار المجردة قليلة الفاعلية وقليلة التأثير، بينما النماذج المجسدة
ذات فاعلية كبيرة وذات تأثير كبير. مثلا يمكن أنه واحد يقرأ في كتاب حول نافلة الليل وفوائد نافلة الليل، هذا له تأثير بمقدار، ولكن إذا واحد يعيش مع مجموعة من أولياء الله في بيت، أكو هنالك مجموعة من أولياء الله تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا، يقومون في السحر ويناجون الله سبحانه وتعالى، وأنتم في فراشكم تسمعون النداء العافو. هذا شقد يأثر في واقعكم؟ كان واحد في قضية طويلة ينقل أنه في ليلة من الليالي إجا إلى بيتنا واحد من الأولياء، وأنا استيقظت على صوت بكائه في نافلة الليل. مضت على القضية أعوام، يمكن 20 عام، 23 عام، يقول إلى هذا اليوم صوت بكائه في أذني، صوت البكاء مال قبل 20 عام أو 23 عام إلى الآن في أذني. الواقعية المتجسدة هذه لها تأثير عظيم، ولذلك لعله من هذه الجهة الأنبياء الأئمة صلوات الله عليهم كانوا بشرا، بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا أنتم تقرؤون أن الملائكة منهم قيام لا يركعون مثلا، أو ركوع لا ينتصبون، هذا مو قدوة إلنا، هذا ما إلى التحريك إلنا بذلك المقدار. ملائكة نوع آخر، صنف آخر، الملائكة لا يتعبون، الملائكة طعامهم التسبيح، هذا ما يأثر فينا بذلك المقدار. إذا قيل لنا أن الجبال تسبح الله سبحانه وتعالى، أو أن الكائنات الأخرى في حالة تسبيح دائم لله سبحانه وتعالى، هذا ما يأثر فينا كثيرا، لأن الجبل طبيعة تختلف عن طبيعتنا. ولكن عندما يقال لكم أن رجلا كالعلامة الأميني رحمة الله عليه، اللي هو بشر مثلنا، يتألم، يتعب، يمل، هذا الرجل في شهر رمضان صلى في كل ليلة 1000 ركعة، فصلى في شهر رمضان 30,000 ركعة، هذا قدوة. هذا النموذج يمكن أن يكون محركا ويمكن أن يكون مؤثرا. بعد هذه المقدمة
ننتقل إلى ذي المقدمة. في قضية كربلاء، القيم الإنسانية السامية تجسدت في أفراد. في هذا التجسيد نذكر ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا التجسيد لم يقتصر على فئة معينة ولا على صنف معين. قضية كربلاء، القيم تمثلت في جميع الفئات وفي جميع الأصناف وفي جميع الطبقات. في كربلاء كان هنالك الطفل الرضيع اللي ربما كان عمره أشهر أو أيام. في كربلاء كانت الطفلة الصغيرة اللي ربما عمرها كان 3 أعوام، رقية صلوات الله عليها. في كربلاء كان الشاب المراهق القاسم ابن الإمام المجتبى صلوات الله عليه، شاب لم يبلغ الحلم. في كربلاء كان الشباب علي الأكبر. في كربلاء كان الكهول أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، بناءً على التفسير اللغوي للكهل كما في قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا، الطفل الرضيع، الطفلة الصغيرة، الشاب المراهق، الشاب، الكهل، الشيخ الكبير مثل حبيب ابن مظاهر. في كربلاء كان الرجل وكانت المرأة مثل أم وهب. في كربلاء كان الأبيض وكان الأسود مثل جون. في كربلاء كان العربي وكان التركي غير العربي، غلام تركي. جميع الطبقات، في كربلاء كان الشيعي وكان السني وكان المسيحي، كان عثمانيا زهير بن القين فاستبصر، وكان هنالك المسيحي وهب الذي أسلم. تشكيلة عجيبة متنوعة، لعله التاريخ لم يشهد لهذا التنوع مثيلا. كان أحد العلماء يقول كلام لطيف، يقول إحنا حتى إذا ما كان عندنا هذه النماذج كان يجب أن نخترع مثل هذه النماذج. إذا إحنا حبيب ابن مظاهر ما كان عندنا، كان يجب أن نخترع مثل حبيب ابن مظاهر.
لأن كل أمة تحتاج إلى نماذج ملهمة. ذلك الروائي المعروف العالمي يخترع نموذجا في كتابه، نموذج وهمي، لأن الأمة تحتاج إلى نموذج إما حقيقي وإما وهمي. نموذج لذلك الرجل الذي ينكر ذاته ويتجاوز ذاته، ولعله طبع من كتاب مئات الملايين في العالم بلغات مختلفة، لأنه الأمم تحتاج إلى هكذا نماذج. الحمد لله إحنا تاريخنا غني، من احتاج إلى اختراع نماذج؟ النموذج موجود. الطفل الرضيع أمامه نموذج، وإن لم يكن بكامل وعيه وشعوره. هنا أكو ظاهرة لطيفة، موكب الأطفال الرضع. كل واحد عنده طفل رضيع أو شبه رضيع، يوم عاشوراء أو حوالي يوم عاشوراء يسيرون موكب. الطفل الرضيع أمامه نموذج، الشاب أمامه نموذج، الأم أمامها نموذج، الأخت أمامها نموذج، البنت أمامها نموذج. هذه التشكيلة المتنوعة ربما لم يشهد التاريخ لها مثيلا في هذا التنوع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه في قضية كربلاء، قضية كربلاء ما كانت تجليا لقيمة واحدة، وإنما كانت تجليا لمختلف أنواع القيم التي نحتاج إليها ويحتاج إليها المجتمع ويحتاج إليها العالم، مختلف أنواع القيم. المجتمع ما يمكن أن يعيش بلا قيم، الفرد لا يمكن أن يعيش بلا قيم. قيمة الوفاء متمثلا مثلا في موقف أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، حين رمى الماء على الماء، قيمة التوبة، هذه القيمة التي نحتاج إليها جميعا في كل حال، متمثلة في موقف الحر، قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. قيمة العبادة، هذه قيمة مهمة يحتاج إليها الفرد ويحتاج إليها المجتمع. باتوا في تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد. قيمة الدعاء، الدعاء قيمة من القيم الإنسانية السامية. الإمام الحسين صلوات الله عليه مو فقط في عرفات
دعا بذلك الدعاء دعاء عرفه المليء بالمضامين الشامخة، حقيقة دعاء شامخ. وبعض العلماء يقولون في كلمات هذا الدعاء إذا واحد يقرأ بتأمل وإمعان إشارة إلى مصرع الإمام الحسين صلوات الله عليه. لاحظوا كلمات الدعاء، كأن الإمام دا ينظر تلك الواقعة ويشير إلى تلك الواقعة. الإمام الحسين صلوات الله عليه مو فقط في يوم عرفة قرأ دعاء عرفة، وإنما حتى في مصرعه في تلك الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة. لاحظوا الدعاء الذي كان يقرأه الإمام، اللهم متعال المكان إلى آخر الكلمات، من الأدعية المؤثرة الدعاء الذي قرأه الإمام في ساعاته الأخيرة أو لحظاته الأخيرة عندما كان مطروحا على الأرض. شوفوا هذا الدعاء في كتب المقاتل. قيمة الرضا، قال الإمام صلوات الله عليه: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. القيم الحضارية اللي الآن مهمة في الدنيا، هذه القيم اللي الآن الحضارات تدور حولها، قيمة الحرية، آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أنت حر كما سمتك أمك في موقف الحر الأول في موقف مسلم بن عقيل. قيمة المساواة، الإمام الحسين وضع خده على خد علي الأكبر ووضع خده على خد ذلك الغلام الأسود أو التركي، لا يفرق بين ولده وغلامه. قيمة الأخلاق، الآن المسيحية تحاول أن تلتهم العالم بقيمة الأخلاق. شوفوا الكنائس ماذا تقول. موقف الإمام الحسين صلوات الله عليه مع عدوه، مع الحر ومع جيشه الذين سقاهم الماء، الأخلاق، قيمة الأخلاق، هذه القيم المتنوعة. إلى غيرها من القيم، كلها تمثلت في قضية كربلاء. إذن أولاً أن تجلي هذه القيم لم يقتصر على طائفة دون طائفة وفرد دون فرد، بل شمل جميع الطوائف. الشيء الثاني أن هذا التجلي لم يقتصر على قيمة دون قيمة، وإنما شمل جميع القيم. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة وهي ملاحظة مهمة، أن هذا التجلي للقيم اختلط بالعبرة. قضية كربلاء كانت عبرة وعبرة كما يقول العام حفظه الله، عبرة وعبرة، وهذه قضية مهمة. البشر العاطفة مؤثرة فيه، يعني قضية الحر مو قضية توبة فقط، قضية الحر تمثل قيمة التوبة
ولكن مو قيمة التوبة فقط، عبرة وعبرة. الآخرين لا يملكون ذلك. أنتم يقال لكم أن هنالك فرد يتيم فقير، يمكن يأثر فيكم بمقدار. إذا رأيت فيلم ذلك اليتيم كم يؤثر فيكم؟ إذا رحت إلى مدينة بام ورأيتم الأيتام ورأيتم وضعهم كم يؤثر فيكم؟ العاطفة مؤثرة، العاطفة جدا مؤثرة. هذه القيم تجلت في كربلاء ممتزجة بالعاطفة وممتزجة بالعبر، وهذا يضيف إلى أهميتها بعدا جديدا. فإذا في الواقع نتمكن أن نقول أن القيم التي نحتاج إليها الآن، إحنا في حاجة إلى هذه القيم، شبابنا في حاجة إلى هذه القيم، إحنا يجب علينا أن نربط شبابنا وأبناءنا بهذه القيم متمثلة في هذه النماذج. الشاب اللي ارتبط بعلي الأكبر هذا ما يصير ولد الشارع، طبيعته تختلف. الشاب اللي ارتبط بهذه النماذج بقلبه بوجدانه بروحه، قال ذلك الرجل عابس ابن شبيب: يمكن حب الحسين أجنني. هذا الحب إذا يدخل في القلب، ندخله في قلوب شبابنا وأولادنا، يصيرون شيء آخر، طبيعة ثانية تصير عندهم. هذه كلمة مختصرة حول قيم النهضة الحسينية. نتحدث باختصار حول موضوع آخر. ما هي وظيفتنا؟ نحن كلما عملنا فهو قليل. الإمام الحسين صلوات الله عليه له حق الحياة الأبدية علينا، إحنا كلما عملنا فهو قليل. في البحرين اتفقت هذه القضية، أنه أحد المؤمنين شاف رجل يتجه هو وعائلته إلى كربلاء، قال له: الآن تروح إلى كربلاء؟ الآن نحن في موسم الشتاء، على أبواب الشتاء، وبيتك بيت متداعي ويكاد أن يتهدم، شوية أمطار تجي تهدمه يمكن. أنت الأولى أن تصرف هذا المال لترميم بيته وتشييد بيتك. فقال ذلك المؤمن في البحرين: الإمام الحسين صلوات الله عليه بذل دمه لأجلنا
ونحن لا نبذل مالنا لأجله. الإمام الحسين صلوات الله عليه ظل في العراء لأجلنا. أنا لكي أصنع سقفا لبيتي لا أذهب إلى زيارته، أنا أروح. فقال ذلك المعترض بأمثال هذا ثبتت شعائر أبي عبد الله الحسين. هالشكل الروحيات الآن أمدى تشوفون المؤمنين يتحملون المخاطر لزيارة أبي عبد الله. بعضهم قتلوا في هذا الطريق، بعضهم أوشكوا على الموت عطشا في هذا الطريق. إحنا كلما نعمل وكلما نبذل فهو قليل، ولكن هنالك شيئان ضمن بقية الأشياء التي يجب أن نعملها. الشيء الأول المشاركة. مهما كانت صغيرة، أي نوع من أنواع المشاركة؟ المشاركة يعني واحد يقيم في بيته مأتم الإمام الحسين. الوالد رحمة الله عليه كان يقول حتى إذا أي واحد لا يحضر في بيتكم هو هذا جيد، أنتوا تحضرون فقط والعائلة تسمع من وراء الجدار، هو هذا يكفي. هو هذا الطفل الذي يأتي، طفلكم ابنكم يأتي ويخدم في هذا المجلس، يسمع المصيبة، يشوف بكاءكم. تعلمون هذا أي طوفان يخلق في باطنه وفي قلبه. إذا يوم من الأيام أنتم كنتم قاعدين تقرون دعاءكم، طفلكم شافكم دا تقرون دعاء كوميل وتبكون، تدرون هذا أي طوفان يخلق في قلبه؟ هذه مؤثر. يمكن هذا المنظر، منظر بكائكم، يظل في ذهنه إلى 40 عام بعد. هذه مؤثر. المشاركة بالزيارة هي هذه القطرات تجتمع وتكون البحار. لا تقولون ما قيمة هذه المشاركة. الكتاب الذي تكتبونه، واحد يؤلف كتاب متقربا إلى الله سبحانه وتعالى حول الإمام الحسين، حول السيدة رقية، حول السيدة زينب صلوات الله عليها، حول شهداء كربلاء واحدا واحدا، حبيب ابن مظاهر وغيره واحد واحد. هو هذا الكتاب يمكن أن الله تعالى يجعل فيه تأثيرا كبيرا. فالمطلب الأول المشاركة. المطلب الثاني اللي هو أيضا مطلب مهم ولعله من بعض الجهات أهم من الأول، فتح الخطوط. هنالك هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى حديث مستقل. هنالك بعض الأفراد عاملون، يعني يشوف مأتم يحضر في المأتم، يؤلف كتابا، هذا مهم.
ولكن هنالك أفراد اللي هؤلاء الأفراد لهم قيمة استثنائية في التاريخ، الأفراد الذين يفتحون الخطوط. فتح الخطوط يمكن واحد يفتح خطوط فكرية، يفتتح خطا فكريا في التاريخ، ويمكن أن يفتتح خطوط عملية. الوالد رحمه الله كان يقول الشيخ الطوسي هواية إلى قيمة، لأنه بس لعله مو بهذا اللفظ، بلفظ آخر، لأن الشيخ الطوسي فتح خطا. يعني فقه هنا الآن يعتمد على منه؟ على فقه الشيخ الطوسي. لعله قبل الشيخ الطوسي لا نجد فقها مثل كتاب النهاية، هذا فاتح خط. وحقيقة شخصية عجيبة، فتح خطا في الفقه، في التاريخ، في الرجال، في التفسير، في الأصول. هؤلاء كانوا مؤسسين، المؤسسون لهم قيمة كبرى في كل أمة. اللي يفتح الطريق، أكو أفراد يشوفون طريق مفتوح يمشون في هذا الطريق، عمل جيد مهم، ولكن أكو هنالك أفراد يفتحون خطوطا، خطوط فكرية أو خطوط عملية. واحد ينبغي مضافا إلى البعد الأول وهو بعد المشاركة الشخصية أن يحاول أن يفتح خطا على اختلاف الأنواع. فتح الخط له أنواع، مثلا هذا الموكب الذي ذكرناه لكم، موكب الأطفال الرضع، هذا فتح لخط. هذا الذي فكر في هذا التفكير وبدأ بهذه السنة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا فتح لخط. إذا رحت إلى منطقة أكو شباب، بالإضافة إلى المشاركة الشخصية واحد يحاول كل مجموعة من الشباب يجعلهم خطا. أكو بعض الأفراد يروحون إلى منطقة ويعودون بالثواب وينتهي كل شيء بعودته، وأكو هنالك أفراد يذهبون إلى منطقة أو يذهبون إلى مدينة وعندما يخرجون تأثيرهم باقي. مجموعة من الشباب واحد يجعلهم لطبع الكتب الدينية أو الحسينية، مجموعة من الشباب واحد يجعلهم لهداية الشباب، مجموعة من المؤمنين واحد يشوقهم لإقامة المجالس في البيوت، واحد يتكلم وياهم أنه هذه المدينة تحتوي على 100,000 بيت، أنتوا ليكن هدفكم أن تجعلوا في كل بيت مأتما. دول شباب ناشئين، ولكن هم هؤلاء الشباب في المستقبل يرفعون هذه الراية، يمكن على أثر تشويقكم يشكلون 10,000 مجلس، ولعل هذه المجالس تمتد إلى 100 عام بعد. الآن يقال أكو مجالس في طهران عمرها أكثر من 100 عام. قضية المشاركة أولاً
وقضية فتح الخطوط ثانية. هذه الأعمال بمختلف أنواعها لها قيمة كبيرة عند الله. المحقق الأردبيلي المعروف، المحقق الأردبيلي هذا العالم الكبير ينقل في كتابه هذه القضية، يقول: كان هنالك قائد من القادة. هذا الرجل في يوم من الأيام أراد أن يستعرض جيشه كل مجموعة من الجيش لهم قائد، فأعطى لكل قائد رايح وقال كل قائد من هؤلاء القادة يأتي ويمر أمامي مع 1000 رجل في اليوم المعين. جاء الجيش، الفوج الأول مر ومعهم قائد وراية، يعني 1000 واحد. الراية الثانية مرت، يعني 2000 واحد. وهكذا مرت الرايات راية بعد الأخرى إلى 120 راية. يعني كم واحد مروا أمامه؟ 120,000 واحد. وفي تلك العهود هذا الجيش ضخم كان. بعدما مرت الراية الأخيرة، يبدو كان في مكان عالي هذا القائد، ألقى بنفسه على الأرض وسجد. خب، لعله هذا السجود يكون شكر لله سبحانه وتعالى، ولكن رأوا أنه أخذ يبكي في سجوده بكاء عاليا وطويلا، مدة أخذ يبكي في حالة السجود، ثم بعد ذلك قام من سجوده، ولكن ما كان عمل هذا مفهوم، انه ليش عمل هذا العمل. واحد كان من المقربين إليه من أصدقائه القدامى قال له: يا فلان، المقدس الأردبيلي يذكر اسم ذلك القائد، يا فلان هنا ما كان مكان البكاء، وإنما كان مكان الفرح والشكر. قال: في الواقع أنا عندما مرت الراية الأخيرة، أنا فجأة جاءت في ذهني ولاحت في خاطري قضية كربلاء، وتألمت جداً، وتمنيت أني كنت في كربلاء حتى أقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، حتى إما أنتصر أو أستشهد، أحد الأمرين. عندما مر هذا الخاطر وتذكرت غربة الإمام الحسين صلوات الله عليه، أخذتني العبرة وأخذت أبكي. عندما توفي هذا الرجل، المحقق الأردبيلي ينقل أنه رؤي في عالم الرؤيا، فقالوا له: كيف صنع الله تعالى بك؟
قال أنا عندما وضعوني في قبري جاءني الملكان أو الملائكة، هو ذاكر الملائكة، وسألوني، يقول أنا ما كان عندي جواب. إحنا حقيقة الآن إذا نفكر إحنا عندنا جواب لو ما عندنا جواب؟ عندنا عمل يمكن نخلي إيدنا عليه نقول فعلنا هذا العمل، يعني عمل يكون عندنا 1 بالمليون لم نشرك فيه غير الله تعالى. الله تعالى يقول أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري وكلته لغيري. ظاهر إطلاق هذا الحديث، حتى إذا أكو 1 بالمليون، يعني هذا 1 بالمليون جزء الداعي كان، جزء المحرك كان، الله ما يقبله. الله خو مو محتاج، الله محتاج إلى أعمالنا، الله لا يحتاج إلى أعمالنا. فأكو عندنا عمل نتمكن نخلي إيدنا عليه نقول فعلنا هذا العمل مطمئنين. أكو قضية أخرى ننقلها بين قوسين، ذاك الرجل قال لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا فعلت كذا كذا كذا، الإمام رد كل أعماله، قال كلها مردودة. فقال للإمام ما يخالف، ولكن أنا كنت أحبكم بقلبي وكنت أفرح إذا كان ذكركم يرفع في المجتمع، أفرح من أعماق قلبي. الإمام قال صدق الرجل، اتركوه لملائكة العذاب، لأن هذا الحب بعد ما بي شائب، ما بي حتى ذاك 1 بالمليون. على كل حال جاءني الملائكة، هو يقول أو الملكان، فسألوني ما كان عندي جواب وتحيرت. هناك التحير بعد ما إلى تشارع، يعني هنا أكو تشارع أكو علاج، أما هناك تشارع بعد واحد ما إلى. يقول فتحيرت لا أعلم ماذا أجيب، وإذا بالجانب الأيمن من القبر ينفتح، ودخل سيد نوراني وقال للملائكة أو للملكين اتركوه فإن الله تعالى وهبه لي. يقول الملائكة تركوني. التفت إلى ذلك الرجل وقلت له من أنت الذي جئت لنجدتي في هذا الموقع الحساس؟ فقال أنا الحسين بن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه، جئت لنجدتك في قبال تلك القطرات التي ذرفتها لي. تلك القطرات في حالة السجود في ذاك الموقع. وهنالك قضية أخرى معروفة، هذه القضية الشيخ الصدوق ينقلها في عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه حول دعبل، أنه عندما توفي أو كان في لحظات الاحتضار، مضمون القضية ساء وضعه لشيء كان في حياته، لمشكلة كانت في حياته، وإذا به يرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأتي ومعه ملائكة كثيرون،
فقال له النبي صلى الله عليه وآله: هذه يقولها لولده في عالم الرؤيا. يعني ابنه شاف دعبل في عالم الرؤيا فنقل له هذه القضية. فقال: جاء النبي صلى الله عليه وآله وقال: أنت دعبل؟ قلت: نعم. قال: أنت راثي أهل بيتي؟ قلت: نعم. قال: اقرأ شيئا. يقول: أنا بدأت أقرأ ببعض الأبيات، قرأت هذين البيتين: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. يقول: فبكى النبي صلى الله عليه وآله وشفع لي وخلع علي هذه الثياب البيضاء، لأنه ابن رآه في ثياب بيضاء. على كل حال، هذه المشاركات بمختلف أنواعها وبالمقدار الذي يتمكن الإنسان، لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نحاول في هذا المحرم، في محرم الحرام، أن يكتب اسمنا في ديوان سيد الشهداء، وأن نحاول أن نكون ضمن أفضل من يكتب. ينقل أن أحد العلماء رأى حبيب المظاهر في عالم الرؤيا، فقال له مضمون كلامه: هنيئا لك، أنت في أيام شبابك كنت في خدمة النبي صلى الله عليه وآله، هواي رجل عجيب حبيب ابن مظاهر، ولعله هذه العظمة اللي الله أعطاه لحبيب، أعطاها لحبيب. كل واحد يدخل في الحرم من تلك الجهة، أول يروح على قبر حبيب، عندما يطلع يمر على قبر حبيب، يزار حبيب مرتين. هذه حقيقة عظمة. الحر إذا ترحون إلى مرقده، الله اطال هذه العظمة للحظات من حياته، ولكن موقف جدا، موقف صعب كان هذا التخيير بين الجنة والنار. الملايين يذهبون إلى زيارة الحور، تلك المنطقة تسمى باسم الحور، يذكر في المجالس من 1400 عام إلى هذا اليوم. هذا عطاء الله له في الدنيا، لازم نروح الآخرة نشوف عطاء الله لهؤلاء في الآخرة شنو كان وماذا يكون. قال: أنت هنيئا في شبابك كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، وفي شيخوختك خضبت شيبتك بين يدي أبي عبد الله صلوات الله عليه، فهنيئا لك. أكو عندك أمنية بعد؟ قال: نعم، عندي أمنية واحدة، أن أعود إلى الحياة وأشترك في مجالس أبي عبد الله الحسين، هذه أمنيتي. نحن يجب علينا أن نحاول أن نسجل أنفسنا في ديوان أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه بكل ما نتمكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات.
النيران وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير